السلام عليكم، هابينيز هوس جلدينيز اركادسلار. فيديو اليوم نتعلم الالوان الاساسيه وهن 12 لون. جهزوا مثل العاده ورقه وقلم واكتبوا معنا. لما نتعلم مخلص الالوان بدي اعطيكم مثل عن كل لون، يعني من نحط اللون بجملة وهيك بتدرب أكتر على تركيب الجمل بالتركة. الألوان يعني رانك لير، رانك يعني لون، لير للجمع. سياه يعني أسود، جري يعني الرمادي، بيض يعني أبيض، كرمزي يعني أحمر، ماضي يعني أزرق، يشيل يعني أخضر، سر يعني أصفر، مور يعني بنفسجي، تورنجو يعني برتقالي، بمبي يعني زهري، قهوة رنجي يعني بني، بيج يعني بيج. وهلأ بدنا نحط كل لون بجملة. فيفوري رينجي سياهتر، لوني المفضل هو الأسود. سياهتر، سياه يعني أسود، وتر للتحديد. يا مرلو هودا بولتلار جري يعني الغيوم رماديدة في الطقس الماطر. كدمين رينجي بياض يعني القطي لونه أبيض. كرمزو رنجي سفيورم يعني أحب لون الأحمر. جوكيوزو يظن ما في در يعني في الصيف تكون السماء زرقاء. آتشلارن رنجي يشل يعني الأشجار لونها خضراء. مور جولاري سفيرم يعني أحب الورود الأرجوانية. جوناشن رنجي سارة يعني الشمس لونها أصفر. جن باتموندا جناشن ترنجو رنجي نيكادار جوزيل يعني ما أجمل لون الشمس البرتقالي عند غروبها. أبلبن أنت بدي رانك بامبي يعني لون أختي المفضل هو الزهري. كافينين رنجي كافرنجي دير يعني لون القهوة بني. بيج جاكيت ميسا فيورو يعني أحب سترة البيج. وهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا بالقناة. قولي قولي.